جاء المسيح طبعا لما نزل عن الجبل في بشارة متى الإصحاح 8، جاء الأبرص وقال ليسوع: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. بحسب بشارة لوقا مكتوب أن هذا الشخص كان مملوء برص، يعني من رأسه لإجري، والبرص مرض معدي خبيث بيرمز للخطية فظيع جدا، وهذا المريض كان لازم يحطوه يعني في أماكن منعزلة، لازم يغطي نفسه، لازم يصيح نجس نجس، وإذا اقترب من الناس مسافة معينة لازم يصرخ نجس، وإلا الناس بتبتدي ترجمه بالحجارة. وحسب نوع الهواء، إذا في هواء شديد لازم يبعد 35 متر أو أكثر، وهكذا. يعني شوف الصعوبة والألم النفسي والجسدي والعقلي اللي بمر في هذا المريض. ومن ناحية أخرى منبوز، مكروه، محروم دينيا، طقسيا، شرائعيا، روحيا، كله يعني بالكامل. هذا الشخص وتجرأ وأجى بإيمان، قال له: يا سيد، تحنن المسيح، تقدم ولمس هذا الأبرص وقال له: أريد، فطهر. تعرف لو هذا الشخص لم يطهر منقول في شيء غلط برسالة وإرسالية يسوع. فالمسيح الكامل لم يتنجس ببرص الأبرص، لكن الأبرص تطهر بقداسة يسوع المسيح.